الله يا بلدنا الله. والله العظيم احنا شفنا العجب والفرح في الملعب، وشفنا فرح علي في المدرجات، يعني برضو من أيقونة المشجعات ومذيعة مرموقة، وظهرت طبعا كمذيعة في قناة النهار، وبعدين سابتنا وراحت حتة تانية بقى. يعني احنا كنا سعداء جدا بمشهد وجود بناتنا في المدرجات بكل أمان، بكل شكل مشرف، بكل رقي. دي بتدي صورة حلوة قوي عننا بره. فخلوني يعني ارحب بنجوم في عالم التقديم التلفزيوني وانصار متحمسين لبلدهم، وان شاء الله ناويين يطلعوا روسيا ان شاء الله في المونديال. برحب طبعا بفرح علي. اهلا بيك، اهلا بيك، شرفني اكون موجوده معاك النهارده. انا سعيد بوجودك والنجمه فرح علي الحقيقه. كل مره الاقي الكاميرا عليكي في النشيد الوطني والكاميرا عليكي في الاجوان، يعني حاجه عظمه. الحمد لله. برحب برضو بنجمه في عالم التقديم التلفزيوني ياسمين هنداوي. اهلا بيك ياسمين، منوره. ميرسي يا استاذ خالد جدا، وميرسي على التقديمه الجميله دي بجد. ربنا يخليكي. وبرحب برضو بنجمه اخرى وكيوت هتمثلينا في روسيا ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. اهلا بيكي. اهلا يا سندس، اهلا بحضرتك. وبرحب ببنتي بقى دي وزميلتي نورهان طمان، واحده من نجوم الصحافه الرياضيه في موقع سوبر كوره. اهلا بيك يا نورهان. وكان عايزين لك برده تيشيرت هتطلعي مصر ان شاء الله. ومعايا طبعا صديقي والعزيز واللي بيقدم معايا الفقره دي دكتور ياسر ايوب. برحب بيكم كلكم. دكتور ياسر اتشرفنا ان احنا نكون مع حضرتك طبعا في الفقره. لي انا وانا استاذ الاستاذ خالد، بس ابتدي انه احنا لغايه اللحظه دي عندنا رابطه لمشجعات الاهلي، وعندنا رابطه لمشجعات الزمالك، وبنات يعني جمال جدا وعاملين شغل وبيشجعوا الاهلي وبيشجعوا الزمالك وبيروحوا ماتشات، وفي بيسافروا كمان بره مصر مع فرق الاهلي او فرق الزمالك. ففكره انه يبقى عندنا رابطه بقى للمنتخب اعتقد انها تبقى فكره جامده، خصوصا ان الدافع الكبير فعلا هو بعد التاهل للمونديال طبعا روسيا 2018. اعتقد انه كانت كل البنات بيروحوا وبيشجعوا، بس الدافع الاكبر هو اللي حصل من ليله امس يعني تقريبا. ما انا اتمنى بقى انتوا الاربعه واللي معاكم يعني انه عايزين نقله مهمه جدا في علاقه البنت المصريه مع مع الكوره. يعني البنت المصريه بدات مع الكوره متاخر جدا. دي يبقى على الهواء دكتور. الصفحه اللي بدات تعلن عن رابطه المشجعات دي فكرتك يا فرح ولا ايه؟ دي طبعا فكره قناه النهار. ولما اتكلمنا فيها ايهاب جلال هو اللي ورا طبعا. ايهاب جلال هو اللي خطط. استاذ ايهاب جلال طبعا، وايهاب ده مكتشف النجوم والنجمات. هو فعلا دي حقيقه بصراحه. وهو بيقف فعلا. انا بشكر طبعا استاذ ايهاب وبشكركم كلكم ان انا النهارده على قناه النهار. بالعكس هو دايما يعني صاحب افكار جديده. يمكن اتكلمنا طبعا فرح مذيع فرح علي معروفه جدا في الرياضه، فكان بالنسبه لي ان انا نعمل انا وفرح كمان كصديقه ليا انا بحبها جدا. نعمل حاجه زي كده ان يبقى في رابطه بيبقى في مشجعات. يمكن دلوقتي كمان الموضوع اختلف، يعني كان دلوقتي بقى في لعيبه وفي حكام بنات، بقى الموضوع مختلف تماما. فيمكن ده اللي شجعنا شويه وسندس طبعا، فكلمنا وحاولنا ان احنا نعمل الفكره دي. طبعا استاذ ايهاب الافكار يعني معاه مسبقا من حاجات تانية. من اول استوديو تحليل نسائي على قناه النهار. طبعا. من اول فكره تيشيرتات الكوره الانديه المختلفه، من اول فكره ان تظهر صور على تيشيرتات برضو كنت بلبسها لرموز في كره القدم اجيال كتير جدا ما تسمعش عنهم، يعني سواء اذا كانوا هم موجودين في وسطنا ولكن ما بيتمش الاحتفال بيهم في اعياد ميلادهم او رحلوا عننا، فطبعا بنسلط الضوء عليهم في ذكرى رحيلهم. فطبعا برضو دي كانت من الافكار الرائعه اللي قناه النهار تبنتها. ما تشوفهاش وتقول ذكرى ليله. سندس انا اهو متحمسه. متحمسه لاني دايما الراجل اكتر هو الماتش، يعني معروف ان الكوره طبعا للرجال. فرح كانت اول واحده فرح كسرت الموضوع الحقيقه بصراحه. هي اول كانت عامله اول استوديو تحليلي للنساء. وطبعا دلوقتي في كل ماتش لازم المخرج يجيب الكاميرا على يا رب مش يفضل حلو كده يا رب على المنتخب على طول. في الزمالك في ماتشات مصر في كل حاجه. فاحنا ان شاء الله نحاول نشجع بقيه البنات كلها تنضم لينا و يا
ناويين تفكروا ان انتوا تطلعوا على ان شاء الله. احنا اوريدي النهارده البيج او الحمله بدات، وهنبدا من يعني من ملايين البنات، هنختار 50 70 100 بنت. نورهان كصحفيه شايف الفكره دي ايه؟ فكره انه يبقى في اهتمام اعلامي بوجود بنات في المدرجات او في الكوره او في عالم الرياضه بشكل عام، ده يعني ده حاجه مهمه جدا في الفتره اللي جايه، لانه كمان احنا مع ان الكوره بقت جزء كبير جدا من حياتنا، البيت بقى فيه طول الوقت انه كوره، وفي يعني طول الوقت مشدات او هي الحاجات البنات متحمسين للمنتخب كمان بالظبط، مع موضوع المونديال كمان اكتر. الفكره دي فكره هتبقى طيب. كويسه. هل يا دكتور ياسر الدوله يمكن ان ترعى دي؟ انا معايا على التليفون وزير السياحه هسيبه لك. سيد الوزير يحيى راشد، اهلا بيك سيد وزير. الو معانا ولا قطع؟ اهلا سيد الوزير، مبروك لمصر اولا، ومبروك للسياحه المصريه، فرصه نادره، واحنا كمان عندنا هنا وجوه يعني مصرية عايزينها تبقى موجودة في المدرجات، عاملين رابطة للمشجعات وعايزين يروحوا روسيا، هل نقدر نقف وراهم سيادة الوزير؟ بالتأكيد نقدر نقف وراهم. مصر بتحتفل بحاجتين الأسبوع ده مهمين جدا، عارف إن أول حاجة بابا الفاتيكان اعتمد مصر مسار العائلة المقدسة طبعا كمكتب للحج إلى مصر. نعم. في حد ذاته انتصار مهم جدا جدا، وتحقيق يعني حاجه يعني هدف كان يعني الحمد لله الناس كلها بتتمناه. وحاجه الحاجه الثانيه طبعا ان فوز الفريق المصري في مباراه امس وصعوده للعالم، احنا بندعم كل الناس طبعا. بعد ما تخلص حضرتك نشوف ازاي نرتبها، احنا بندعمهم طبعا وبندعم كل الناس اللي تقدر انها تروح وتشجع المنتخب، اذا كان المجموعه اللي معاك طبعا دي مجموعه طبعا مشرفه، وبالتاكيد هنقف وراكم وراهم. دكتور ياسر ايوب معايا وعايز اسالك حاجه. سياده الوزير، سياده الوزير ازي حضرتك؟ ياسر باشا ازيك؟ الحمد لله تمام. انا عايز اقول للساده المشاهدين بس انه استاذ يحيى غير انه همومه الوزاريه واعباءه الوزاريه، هو يعني مشجع كروي مهم جدا ومتعمق في كره القدم، فعايز اسال حضرتك هل وجود البنت المصريه في ملاعب الكوره انت حضرتك شايفه كمشجع كوره بقى هيفرق يعني في التشجيع؟ هيفرق جامد، هيفرق في الصوره الذهنيه لمصر قدام العالم، وبين ان احنا فعلا شعب متحضر وشعب عنده تعدديه، وان احنا بنحترم المراه وبنقدر دورها وبنديها فرصها وبنساعدها انها يبقى ليها دور مهم جدا في المجتمع. يعني هنرجع صوره 2006 بطوله الامم الافريقيه لما كانوا البنات في الاستاد، وكان منظر حضاري ومنظر يعني له معاني ودلالات كثيره جدا. لكن عايز اسال حضرتك عشان البنات دول ما يتورطوش، دول غلابة يعني هيتورطوا في دعوة بنات كتير اللي يسافروا روسيا، فانت حضرتك ناوي تسفر كام بنت مثلا ان شاء الله؟ بس معاكم بعد ان شاء الله باذن. طيب سيادة الوزير، طيب بنشكرك شكرا جزيلا. يعني ايه انا بقول، وزي ما بقول للدكتور ياسر كنت بقول في مقدمة الحلقة، وجود البنات في المدرجات بالشكل الجميل الحلو ده الحقيقة بيدي صورة فعلا زي ما قال سيادة الوزير، صورة ذهنية قوية جدا على البلد دي، بلد فيها حرية، كلام بقى عن التحرش وان البنات ما بتخرجش وان مش عارف ايه وانه الامن والامان، ادي البنت في المدرجات صورة عظيمة يعني. طبعا وصورة مشرفة ده اولا. ثانيا ما بقاش فيه اعتقد ولا مشاكل امنية، بقى فيه تأمين هايل. كنا بنتكلم امبارح كمان على استعدادات طبعا قوات الامن، وزي مستعدين متأهبين لفكرة تأمين الاستاد بالاعداد الكبيرة دي، كل العائلات موجودة، سيدات وبنات واطفال، كل فئات المجتمع. ده غير طبعا لو هنتكلم بقى على موضوع السفر، هو حاليا السفريه لروسيا، يعني احنا مش بنكلمهم على مثلا كاس الامم الافريقيه كان في الجابون. أيوة. فكانت السفريه ساعتها السفريه صعبه شويه، كانت الظروف طبعا المناخ وكل حاجه، التفاصيل هناك بتبقى شاقه. طيب. على البنات انا بعد الفصل الفرح هروح برضو لياسمين والسندس ونورهان، ومعانا الدكتور ياسر اهو، ونخطط
نشوف هتمشي ازاي. نبتدي منين؟ بس عايزك بقى ايهاب جلال بما ان هو معايا على الايربيس وهو بيغششني كل الاسئله بما فيها معاكسه فرح، فيعني ايه ايهاب يعرض لنا شويه صور كده ان شاء الله بعد الفاصل للبنات في المدرجات، لانها بجد بتدي صوره مشرقه ومبهجه عن البلد، والصور دي بتتكلم لوحدها. هناخد فاصل ونرجع تاني مع مشجعات مصر واعلاميات المستقبل. من بناتنا اللي واقفين ورا المنتخب زيهم زي بالظبط المشجعين الرجاله وناويين يروحوا روسيا. دكتور ياسر يعني عايزين انا عايز يعني ابتدي الكلام معاكم في الجزء الثاني، انه مثلا دوله زي السعوديه خلاص قررت انها تسمح لاول مره للبنات بالمشجعات وحاجه الملاعب الكره، وعشان تبقى ايران هي الدوله الوحيده لغايه دلوقتي اللي منع البنات من الكوره. فعايز اسالكم انه يعني هل انتوا في طموحاتكم مجرد السفر لروسيا وحضور المونديال، ولا تغيير شكل التشجيع الانثوي للكوره في مصر؟ يعني احنا كان عندنا تجربه رائعه لو تفتكروها من كام سنه في انا لما البنات لعبوا كوره وتحدوا كل التقاليد وتحدوا كل حاجه، وتجربه انتهت يعني لانها ما لقيتش لا مسانده اعلاميه كافيه ولا مسانده جماهيريه كافيه. بس النهارده يمكن احنا خدنا فرصه زي كده ان احنا نطلع على شاشه النهار عشان نتكلم عن الموضوع ده. يمكن زمان زي ما قلنا ان ما كانش الموضوع مقتصر اكتر على الرجاله، يعني الرجاله اكتر في كره القدم. بنشوف حكام رجاله، ابتدت الموضوع يبقى فيه اول واحده بتحكم بنت، ابتدى الموضوع يتوغل لغايه ما دلوقتي لا احنا بنشوف على الشاشات كمان. يعني لما بنتفرج على المباريات مش بنشوف بس رجاله، احنا بنشوف كمان بنات، وبنات بشكل مشرف. فده اللي شجعنا الحقيقه ان طبعا الفرح. ان احنا عندنا لاعيبه مصريه من شهرين بس احترفت في ستوك سيتي. ومعلش للاسف ما بيبقاش في سبوت اعلامي على الستات في موضوع او السيدات في موضوع الكوره. فاحنا الفكره جت كده، وطبعا كان من اول افكار لما جت لي فرح من اكتر الناس اللي مشهوره كمذيعه رياضه. فحبينا ان احنا نعمل الفكره دي مع بعض بحيث ان احنا ندي فرصه. دلوقتي العائلات كمان بقى منظورها مختلف، كانوا بيخافوا اكتر على البنت، بيخافوا طبعا من التحرش، بيخافوا بيخافوا بيخافوا. دلوقتي لا، الموضوع بقى مختلف تماما. يمكن احنا عايزين مش بس تبقى صوره عاديه، لا احنا عايزين تبقى صوره مشرفه دوليا، صوره لمصر كويسه. دي دعايه زي ما بقول يعني كمان كسياحه حاجه كويسه لمصر، دي اللي احنا كنا ناويين. طب انا قبل ما اسال نوران انا عايز اسالك سؤال. الاستاذ خالد وهو بيقدم الحلقه عموما في فقرته الافتتاحيه قال انه بيشكر جمهور مصر العظيم في ماتش امبارح، انه كان في بنات وستات كتير جدا لكن ما كانش في ولا حاله تحرش ولا كان في حاجه. بس قبل ما اكمل لك سؤالي انا عايز ارحب بالصديق العزيز المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه والشباب. سيادة الوزير مساء الخير. مبروك. اهلا وسهلا خالد بيه، ازيك يا دكتور ياسر؟ مبروك يا سيادة الوزير. مبروك يا فندم، مبروك الف مبروك. مبروك لينا كلنا، مبروك لينا كلنا، مبروك لمصر. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي يا سيادة الوزير احنا عايزين من حضرتك الدعم والمسانده. عندنا مجموعه بنات رائعات مجنونات بكره القدم، وعايزين ياسسوا رابطه اولى من نوعها يعني في مصر لتشجيع المنتخب ومساندته في كل مبارياته والسفر معاه الى المونديال الروسي. فراي حضرتك ايه؟ اولا طبعا يعني بتكلم بصدق، انت يمكن متابعنا يا دكتور ياسر، ان في سنه 2006 لما اتنظمت بطوله الامم الافريقيه كان في الحقيقه يعني عدد كبير جدا من الانسات والسيدات في مدرجات استاد القاهره، ويمكن شفنا المباريات كلها وكانوا بيشجعوا بتشجيع عالي جدا، كان في ابتكار. اسمح لي بس يا سيادة الوزير اقول للناس او للزميلات اللي قاعدين انه خالد عبد العزيز وقتها كان هو مدير هذه البطوله وهو الذي نظم هذه البطوله. والحقيقه يعني كان مظهر الاستاد مختلف تماما، وزي ما حضرتك بتقول كان يعني ما فيش اي حاله من حالات التحرش ولا حتى الالفاظ ممكن تخرج. الشباب كان بشكل متميز جدا، حاسس ان في شقيقات لي في الملعب، فما كانش في اي حاجه خارجه عن السلوك المتميز،
وجود الانسات والسيدات في مدرجات كره القدم بيضفي بهجه وبيخلي هناك احترام اكثر وبيخلي فيه سلوك فيه التزام اكثر وبيخلي بقدر الامكان الناس بتحاول تحافظ على الشقيقات الموجودين. فانا شايف انه كله ايجابي جدا ان يكون في اعداد كبيره من الانسات والسيدات في مدرجات كره القدم، لان في حتى بعض الدول بتدي ميزه لتواجد السيدات والانسات بحيث انه ممكن اي حد معاه تذكره ممكن يصطحب معاه زوجته او بنته او والدته في المباريات، وفي بعض الدول بيدخلوا العنصر النسائي مجانا لتشجيع الانسات والسيدات، اولا لحب كره القدم، ثانيا لمزيد من الالتزام. اما بالنسبه لفكره الرابطه انا مؤيد جدا لهذا الامر. ممكن نتكلم مع السيده غاده ولي وزيره التضامن الاجتماعي، لان تسجيل الروابط بيكون ضمن الجمعيات، فاحنا نقدر نعمل الدعم اللوجستي مع الوزيره غاده ولي. احنا داعمينها اعلاميا برضو سياده الوزير، النهار داعمه للصفحه واليوم السابع داعم للصفحه، والحقيقه المشهد المبهج اللي بيعملوه في الاستاد وصوره مصر اللي بتبقى قدام الناس بهذا الرقي مشجعانا كلنا يعني. انا موافق جدا يا خالد بيه على هذا الامر، لان انا شايف ان هو حاجه ايجابيه جدا. وعايز اقول لك ان احنا في سنه 2006 لما عملنا البطوله كانت في ناس من كل دول العالم بتتكلم على انه يا جماعه احنا مش مصدقين ان هي دي مدرجات كره القدم في مصر. عكست الصوره حضاريه جدا. سافرت بعديها كذا دوله كان يقول احنا في المباريات الاولى ما كناش مصدقين، لغايه ما بقينا نتصل بمصر ونقول لا فعلا احنا بنتواجد، وكانوا عاملين حاله كده من اللبس لون المنتخب، وكان ازاي موجود وكان عامل فراعنه وكانوا في اشكال جميله جدا. فانا شايف ان الحمد لله شركات السياحه بدات من امبارح مساء بعد انتهاء مباراه مصر والكونغو بتفكر ازاي هيبقى في رحلات والمصريين كلهم يبقوا متواجدين، خصوصا ان كاس العالم هيبدا ان شاء الله 14 يونيو 2018 وده تقريبا هيكون اول يوم العيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان. هتكون اجازه كمان في بدايه كاس العالم بعد انتهاء الامتحانات وبعد انتهاء رمضان وفي الاجازات الصيفيه، وهتبقى الرحلات باذن الله هيبقى الجو متميز جدا هناك في روسيا او في موسكو. فانا شايف ان هيبقى في اقبال وفي ناس كتير وعايزين نخطط لها بقى سياده الوزير، يعني ايه نبقى ورا المنتخب كده بنفس الشكل وندعمهم ونظهر بالمشهد اللي احنا عايزين صوره مصر تبقى عليه فعلا، لانه صوره مصر من امبارح للنهارده متغيره في كل صحافه الدنيا. طبعاً. كل الدنيا بتتكلم كلام مختلف، ولسه فنم الحقيقه هتتغير ان شاء الله. بس انا بدعو الانسات والسيدات اللي هيشاركوا في الرابطه ان احنا ان شاء الله هيبقى عندنا عدد كبير من المباريات الوديه، اتمنى انها ان شاء الله تقام في اماكن مختلفه في مصر، سواء على استاد القاهره او في اسكندريه برج العرب او في بورسعيد او في اسوان، المباريات الوديه والمنتخب يلعب عديد من المباريات ويشاركوا معانا هذه الرابطه تشارك معانا في تشجيع فرح علي. فرح بقى هي القائده بتاعتهم. هل ممكن يا سياده الوزير يعني نوع من التجربه ان احنا الرابطه الوليده دي تسافر مثلا مع المنتخب غانا الماتش اللي جاي، نوع من المبادره يعني من حضرتك؟ فكره حلوه، بس مش عايزين ندبسكم في فلوس كتير، ممكن نشوف حد يدفع علينا الفلوس. لا عشان اكون واضح برضو، يعني هناك قواعد ماليه محدده بتتحكم في صرف المال العام، لكن في مؤسسات مجتمع مدني وكيانات اقتصاديه يعني بدعم حضرتك برضو يعني بتدعم هذا الامر. وانا يعني ان شاء الله انا طالب الناس تبدا من الان تؤازر المنتخب حتى في مباراه غانا القادمه، رغم انها مباراه مش مؤثره في صعود مصر لكن مهمه جدا. كل مباراه من النهارده وكل تدريب من النهارده هيبقى مهم جدا في الفريق وفي تشكيل الفريق. صح. بنشكرك سياده الوزير والف مبروك مره ثانيه، ومبروكين كلنا، ربنا يبارك لكم يا رب وان شاء الله نتوفق على خير. فكره انه ممكن يعني زي يا جماعه، ما هو المشجعات دول الكاميرات بتيجي عليهم طول الوقت. النهارده لو شركات معينه راعت المشجعات المصريات وتحط يا سيدي اللوجوهات بتاعتهم بتاعت الشركات، ولا ايه نورهان انت كصحفيه ممكن تتبني حمله زي دي مع رجال الاعمال؟ مع يعني الدعم الاعلامي طول الوقت هو اللي بيفرق دايما مع الناس. فكره انه نغير طريقه تفكير الناس حوالين البنات في الكوره او البنات في المدرجات بصوره اعلاميه مختلفه. احنا يمكن حتى احنا في الصحافه الرياضيه ما فيش بنات كتير. يعني الموضوع مش في طبعا في بس وفي ومتميزين جدا بس مش كتير. يعني انا شايفه انه ده بشكل اعلامي لو طلع للناس بصوره مضيئه او افضل
الناس هتغير فكرتها كتير طبعا. جدا عن سندس وتقبلي تلبسي تيشيرت عليه مثلا لوجو حاجات كده؟ اه طبعا عشان مصر ولا عشان السفر؟ يعني انت عليا ده. انا ما كملتش معاكي بس يا ياسمين، انه وانتوا قاعدين في امبارح زي ما الاستاذ خالد قال، هل ما كانش في اي تحرش فعلا؟ ما كانش في اي كلمه؟ ما كانش في اي لا الحقيقه خالص لا خالص طبعا. ويمكن ده طبعا احنا بنشكر يعني جزيل الشكر الموضوع ده، ان ده بيخوف دايما يمكن البنات او بيخوف العائلات. انا بسالك عشان عايزكم تشجعوا البنات اللي بيحبوا الكوره بس بيخافوا يروحوا ملاعب الكوره. لا خالص، ده بالعكس، ده في عربيات بنات بس، احنا فوجئنا بالموضوع ده، بنات بس رايحه من غير يعني صحاب رايحين مع بعض، من غير ولاد معهم ولا رجاله ولا حاجه ولا لا بالعكس. فده الفكره اللي جات لنا، ليه احنا ما نعملش رابطه زي كده، بل بالعكس ان احنا نشجع البنات، لان يمكن ما يبقاش الموضوع مقتصر على الرجال. يعني زي ما كانت فرح بتعمل استوديو تحليلي نسائي، وده كان يمكن اول استوديو تحليلي نسائي يتعمل في مصر، فحابين الكوره طبعا. دي حبيبتي فعلا، وهي السبب ان هي فعلا ده مجالها. يعني يمكن انا اشتغلت في الاعلام ولكن ما اشتغلتش في مجال الكوره او الرياضه قبل كده، فكان لازم طبعا اروح لحد عنده خبره، حد وهي كمان كانسانه صديقه ليا جميله يعني. انا معايا على التليفون آية محمود، صاحبه يعني ومؤسسه رابطه ملكات جمال المحجبات، وهي معجبة بالفكرة وعايزة تشارك. أهلا بيك يا آية. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. إيه رأيك بقى في الفكرة وناويين تنضموا؟ آه طبعا عجبتني جدا الفكرة، ومن أول ما شفت أنا بتابع أصلا فرح على طول على السوشيال ميديا، ومعجبة جدا بنشاطاتها وضعها في المجتمع المصري يعني، وحابين إن احنا ننضم. احنا معانا فئة كبيرة من المحجبات. احنا دي عباره عن متابعه يا استاذ خالد، كل سنه بتشارك فيها اكثر من 3000 بنت محجبه في كل محافظات مصر، وليها شروط صارمه، ومنها تكون المؤهل عالي وليها دور في المجتمع فعال. وحابه حاسه ان المبادره دي ليها يعني هتفيد البنات. احنا عارضين وانت بتتكلمي جروب محجبات هم كانوا في الاستاد امبارح، ما شاء الله شكلهم منور. طبعا شكلهم مشرف جدا. حاجه مشرفه. عارضين وانت بتتكلمي اهو صور محجبات كانوا في الاستاد امبارح. احنا عايزين بس ان احنا نقول ان احنا كل الفئات بكل اشكالنا وكل اطيافنا بنشجع بلدنا، وان احنا بنات المصريات ليهم طموح وليهم دور عظيم وكبير لا يقل عن اي دوله اوروبيه او عربيه. وشايفه ان الموضوع ده هيشجع السياحه وهيجيب تاني الامان لبلدنا، وان البنات انا فرحت جدا بشكل البنات ان هم يا استاذ خالد مش خايفين من التحرش، حاسين بالامان. انا نفسي فرحانه بقول لهم ازاي، يعني بشوف المنظر ازاي انتوا قدرتوا. في بنات كتيره لوحدها يا استاذ خالد من غير حد، راحوا لوحدهم لسه ياسمين بتقول سواء محجبات او غير محجبات، قاعدين وسط اخواتهم كده حاسه الدنيا. طيب وفضلوا فرح هتدخلوا آية ازاي يعني تعملوا ايه يا فرح؟ اي يعني انت حابه ان انت تنضمي لوحدك ولا في عدد معاكي عايز ينضم كمان للرابطه؟ انا السنه دي فرح معايا 3000 بنت بياناتهم بدايه بتاعتهم اللي اشتركوا معايا في المسابقه، وحابه نعلن على الصفحه ان اللي حابب يكون معانا في المبادره، وفي منهم بنات اصحاب القاب رياضيه في كل الفئات. وهل هم مهتمين بالكوره يعني بشكل عام؟ اه طبعا في ناس مهتمه جدا بالكوره وبيشجعوا انديه. طيب دي حاجه هايله يا آية، واحنا برضو هنوصلكم ببعض وان شاء الله تبقوا يعني تبتدوا بدايه كبيره. سندس عايزه تقولي حاجه اخيره؟ انا عايزه اقول كويس قوي مداخله آية، عشان بس في ناس كتير بعد الحلقه دي هتقول لك بنات عايزين يسافروا روسيا. احنا معانا ملكه جمال المحجبات، فدي حاجه كويسه جدا. طبعا في حاجه كمان بس استاذ خالد كنت عايزه اقولها بخصوص تفكير الناس طول الوقت عن البنت اللي بتتابع كوره او اللي بتلعب كوره او المشاركه باي بشكل من الاشكال في المجال الرياضي في الكوره تحديدا، يعني هي مش بالضروره تكون مثلا سوري يعني في التعبير مثلا مسترجله او ان هي عشان بتتابع كوره تبقى هي. لا بالعكس، من الناس فين الاسترجال ده؟ انت بتشجعي مين يا نورهان، اهلي ولا زمالك؟ اهلي طبعا. اهلي. سندس زمالك. اهلي. اهلي زمالك. احنا متقسمين ده. مقصوده طبعا اهلي، انا قاعده جنب عشان كده كان المفروض نقسمهم لوحده والزمالك لوحده. انا بشكركم جدا،
فرحانين بالمنتخب والحقيقه فرحانين بيكم وفرحانين بوجودهم طبعا. في المدرجات فرحان مصر كلها الحقيقه امبارح كانت مصر في فرح كلنا صحيح. يعني فرحنا وانا بس عايز اقول لكم انه يعني بلاش يبقى الطموح كله هو انه السفر لروسيا او السفر لكن نعم. الطموح انه يبقى حق اي بنت مصريه عايزه تلعب كوره عايزه تتفرج على الكوره يبقى هو ده الهدف الحقيقي ولينا نتمنى ده يا دكتور ياسر برافو وكمان بلاش يعني انت بداتي بالاستوديو التحليلي للنسائي يعني او فلا ده خلاص دي مرحله برضه وانتهى دي كانت مرحله يعني فكره انه الكورته بتاعه المراه دي بالزبط. لا البنت زي الولد تحب الكوره بتفهم كوره طبعا تعملي تشاركي في الاستوديو في محللين وفي عشان كده انا متواجده على طول في كل حاجه عندنا حتى مرحله الحضانات ومرحله الكورته للبنات وان البنت زي الولد في عالم الكوره زي ما بيحصل في نتمنى بقى ان النظره نفسها تختلف شكرا شكرا فرح شكرا يا شكرا سندس شكرا نورهان شكرا جدا دكتور ياسر ايوب بشكرك واشكر سيده وزير الشباب والرياضه وزير السياحه وان شاء الله هنفضل متابعين معاكم لانكم كمان بتفرحونا في المدرجات زي ما صلاح والفرقه كلها مبروك لمصر مبروك لمصر شكرا جزيلا صباح على خير